بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معالي السادة الوزراء، السيد اللواء محافظ مطروح، معالي السيدة ليسيلي خاشوف المدير العام لمؤسسة روزاتوم، السيد سفير روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، السادة كبار رجال الدولة، السادة قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية، السادة كبار المسؤولين لمؤسسة روزاتوم الحكومية وشركة أتوم ستروي إكسبورت، السادة كبار المسؤولين بكبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في المشروع، فريق العمل من الجانبين المصري والروسي، السيدات والسادة الحضور الكريم، أرحب بسادتكم جميعا في الفعالية الهندسية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعلان عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية. إن خيار الطاقة النووية بطبعتها الخاصة ودقة تكنولوجيتها لم يكن خياراً وليد اللحظة أو فكرة حديثة تطرأ على الأذهان، فكما تعلمون جميعاً إن لمصرنا الحبيبة تاريخاً زاخراً في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يشهد له على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى كونها من أحد الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واليوم وبعد محاولات عديدة وتحقيقاً للإرادة المصرية في عزيمة وإصرار ليالين للبدء في تنفيذ هذا البرنامج النووي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، نشهد سوياً هذا الحدث الهام وهذه اللحظة التاريخية الغير مسبوقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية بالطبع، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع، كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات. ولم يكن لهذا اليوم أن يأتي لولا القرار الحكيم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الباعث الحقيقي لتنفيذ المشروع النووي المصري، والذي تضافرت كافة جهات الدولة لتحقيقه من خلال التفاهم العميق لطبيعة البرنامج النووي المصري، مواكبة بذلك النهضة المصرية الشاملة في شتى المجالات ومساهمة في بناء الجمهورية الجديدة. السيدات والسادة، يأتي توثيق هذا الحدث والمعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال للدولة المصرية من مصاف الدول المخططة لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول المنشئة لها، وهو ما تتطلع إليه الدولة المصرية قيادة وشعبا في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. الضيوف الكرام، أود أن أسمي الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأود أيضا أن أسمي دور فريق العمل الذي يمثل نموذجا يحتذى به لتكامل جميع الأدوار لكل من المالك والمقاول والجهات الرقابية والتنظيمية، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح ما توصلنا إليه اليوم في أول لبنة إنشائية في مسار المشروع. السيدات والسادة الأعزاء، ومع هذا الإنجاز العظيم في مسار المشروع، فإنه ما زال أمامنا الكثير من الأعمال التي تحتاج إلى تضافر الجهود والتكاتف والتعاون والعمل سوياً لتحقيق الحلم النووي المصري الذي طال انتظاره. وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الحبيبة في تقدم وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.